السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة رابعة علاج طبيعي، احنا بنتكلم في اللي هو السباينال كورد انجر بيشن. زي ما احنا ملاحظين انه معظم اللي هو السباينال كورد انجر بيشن رايحين في النهاية يستخدموا اللي هي ويل تشير، سواء طبعا الناس اللي بيستخدموا الويل تشير اللي هي وخصوصا المانيوال، هدول الناس اللي هم they have good اللي هي upper extremity، while the other persons with high spinal cord lesion اللي هم tetraplegic patient هيستخدموا اللي هي الباور اللي هو wheelchair، اللي هي الwheelchair الكرسي اللي على الكهرباء، الكرسي اللي على الكهرباء. الصحيح الكرسي اللي على الكهرباء هذا اللي هي الفيندرز بتاعينه اللي هم اللي بيبيعوه، الناس اللي هم البائعين له، الفندر اوف اللي هو ويل تشيرز بروفايد ذا ويل تشير اون ذا فور انديفيدوال اون ذا ترايل بيس، على اللي هي اساس المحاوله اللي هي الصح والخطا، هل هو الويل تشير هذا بيظبط ولا ما بيظبطش. هذه النقطه الاولى، يعني بيظبط للبيشنت هذا ولا ما بيظبطش، هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه اللي هو الفيزيوثيرابيست spend much of time for the patient مع العيان أساس اللي هو as a teaching process for the patient how the اللي هي الباور ويل تشير will operate، كيف بيشتغل اللي هي اللي هي العربية بتاعت اللي هي المريض بتاع اللي هي التترابليجيا. لذلك احنا بنقضي وقت كبير مع البيشنت، ولهذا السبب لابد من انه اللي هو الفيزيوثيرابيست يكون اللي هو عنده ريليشن شيب او اللي هو عنده علاقات مع الفندر، مع الناس اللي بيبيعوا، بحيث يبقى عنده اللي هي انفورميشن اباوت اللي هي الماني تايبس اوف ويل تشيرز، هاو تو اوبريت and how much اللي هي الاكسسوري افيليبل، على اساس هيك انه بيستطيع اللي هو الفيزيوثيرابيست بيبقى عنده اللي هو المعلومات كافيه عن التايب اوف ذا ويل تشير وعن الاكسسوري بتاعتها. ليه؟ لان الفيزيوثيرابيست هو اللي راح اللي هي سبيند تايم، هيقعد وقت مع اللي هي البيشنت، لا يعمل له عمليه تيتشنج لا الاوبريشن بتاعت اللي هي الويل تشير، هو اللي هيقعد هيعلمه كيف اللي هي الكروسه بتاعته او العربيه بتاعت اللي هي السباينال كورد بيشنت كيف بتشتغل، وبالتالي اللي هي الفيزيوثيرابيست بيعرف مدى اللي هي السوتابيلتي بتاعت الكرسي، قديش هي مناسبه بالنسبه للبيشنت. هذه النقطه الاولى، تمام؟ هيك اللي هي الباورد موبيلتي. طيب النقطه الثانيه انه كل اللي هي سواء مانوال هول تشير او باور ذا هول تشير، في بيعوز اللي هو ايضا كمان كاشن هول تشير كاشنز. الهول تشير كاشنز طبعا عارفين احنا لازم لها اللي هي مواصفات معينه، هذه اللي هي الفرشه بتاعت اللي هي الكرسي، العربايه بتاعت اللي هي السباينال كورد انجر بيشنت، طبعا الهدف بتاعها تو ريديوس اللي هي البريشر على الباتك بتاع البيشنت، تمام؟ طبعا هذا الهدف الرئيسي، لكن till now there is no any cushion that completely eliminate the pressure بتاع البادي بتاع البيشنت. لذلك البيشنت لازم اللي هو توت لازم يتعلم اللي هي how to reduce اللي هي البريشر، هذه حاجة مهمة جدا جدا، تمام. بعد هيك حقيقة انه احنا بهمنا انه ايضا كمان يبقى عند البيشنت اللي هي نوعين من اللي هي الانجورانس، نوعين من الانجورانس، سواء كان اللي هي الكارديو بالمونري انجورانس او اللي هي الماسكلو سكيلتال انجورانس. عندنا هنا هوت بنعلم البيشنت اللي هي الكارديو بالمونري تريننج، مشان اللي هي اول حاجه ماكسمايزنج الفايتال كاباسيتي اللي هي رفع اقصى طاقه من اللي هي
الطاقة الحيوية للبيشنت بأنه اللي هو ترين ذا بيشنت باي ذا انسينيتيف سبايروميتر، جهاز اللي هي التنفس هذا، مشان يبقى عنده اللي هي لياقة في اللي هي ريسبيرتوري سيستم، جهاز التنفس. هذه نمرة واحد. نمرة اثنين برضو كمان سترينث لي اللي هي الدايفراجم، وهذه مهمة جدا لأن البيشنت بيستخدم اللي هي الأبر إكستريميتي، والأبر إكستريميتي احنا عارفين قريبة اللي هي تشيست، وبالتالي عايز اللي هي الفايتال كاباسيتي تكون عنده ماكسيما اللي هي الفايتال كاباسيتي بتاع البيشنت. يبقى بيلزمنا انه يبقى بيتدرب على الانسنتيف سبايروميتر وسترينث لي اللي هي الدافرنج. هذه حاجه. الحاجه الثانيه في الانديورنس بتاع البيشنت، لازم نرفع اللي هي الماسكولوسكيليتال انديورنس بتاع البيشنت. ليه؟ لانه هو اللي هيستخدم طبعا الابر ليمب، سواء يعني في اللي هي ترانسفير بوشينج اول ذا اكتيفيتي اوف ديلي ليفينج تقريبا، اللي هي السباينال كورد انجر بيشنت سواء كان بارابليجيك او تتربليجيا، اللي هو بيستخدم الابر ليمب ماسلز، ولذلك لازم يبقى فيها انديورنس، شود انكريز الانديورنس اوف ابر اكستريميتي. ففي عندنا اللي هي انديورنس اللي هي تريننج، طبعا التريننج للابر اكستريميتي بيكون من خلال اللي هي الهويل تشير بروبالجن. يعني ايه هويل تشير بروبالجن؟ اللي هي انه يسوق اللي هي او يمشي بالهويل تشير مسافات ديستانس لونج ديستانس، عشان يبقى عنده اللي هي انديورانس في اللي هي الابر اكستريميتي. هذه نمره واحد. نمره اثنين ممكن يستخدم اللي هو الارجو ميتر، ايرجو ميتر ابر اكستريميتي ايرجو ميتر اللي هو البسكليت اللي هو قدام، ليس ذا اللي هي الايرجو ميتر ابر اكستريميتي. نمره اثنين. نمره ثلاثه كمان ممكن استخدام اللي هي السويمنج السباحه، انه يسبح برضه كمان هتقوي اللي هي الابر ليمب سترينج. ايضا كمان تمارين ويل تشير اروبكس، يعني تمارين هوائيه بتاعت اللي هي الكرسي، برضو تمارين هوائية طبعا الابر ليمب هوائية مش فيها سترينث، لا ويل تشير اللي هي اروبكس. هاي اللي هي الاربع حاجات اللي ممكن طبعا احنا بنركز عليها كلها، طبعا زي ما احنا شايفين بتقوي اللي هي الابر بارت اوف ذا بودي، اللي هو سواء كان بيشمل اللي هي التشيست ريسبيرتوري او اللي هي الابر اكستريميتي. احنا عارفين الابر اكستريميتي الماسلز بتاعتها سمول، واللي هي الايفورت ذات كان بي اكزيرت المجهود اللي بتبذله الابر ليم، لان هذا سمول ماسل ليس ذان اللي هي مين اللور اكستريميتي ماسلز، يعني اقل او اصغر من عضلات اللي هي الاطراف السفليه. لذلك هنا هوت لابد من انه يبقى في حاجه اسمها مونيتورينج في اللي هي البيشنت اكسرسايز ريسبونس. يعني ايه المونيتورينج؟ يعني عمليه اللي هي ضبط اللي هي الريسبونس بتاع اللي هي البيشنت، يعني انه مثلا لازم نشوف امتى البيشنت قديش بتحمل قديش بيمشي. طبعا هذه اللي هي مونيتورينج لا اللي هي ريسبيتوري ريت البلد بريشر واللي هي الكاردياك اوتبوت. هذه اللي هي الحاجات اللي احنا بنحاول نعمل مونيتورنج للي هي البيشنت ريسبونس، بحيث انه ما يزيدش اللي هي الهارت ريت كتير والبلد بريشر كتير والكاردياك اوتبوت كتير. لذلك ممكن استخدام مع اللي هي البلد بريشر، طبعا مش بس فقط لا غير الهارت ريت، ايضا كمان البلد بريشر مع اللي هو حاجه اسمها اللي هي بورج بيرسيفد اكسرسايز اكزيرشنال سكيل، يعني ميزان اللي هي التحديد اللي هي او ادراك اللي هي التعب. طبعا اذا انت ما عملت الاشي هذا، اذا انت ما عملت اللي هي طريقه المونيتورينج اوف ذا اللي هي اكسرسايز ريسبونس فور ذا بيشنت اللي هي بلاد بريشر والهارت ريت والكاردياك اوتبوت، وبواسطه استخدام اللي هو البورج بيرسيفد اكزيرشنال
سكيل ميزان اللي هي قياس اللي هي إدراك التعب بس فقط لا غير. زي ما نقول دائما في حالات الأعصاب إنك أنت تعمل اللي هي short put of exercise، يعني فترة صغيرة من اللي هي التمارين وندي ريست. يعني مثلا ممكن أعمل exercise مثلا لثلاث أربع دقائق وبعديها أرتاح مثلا دقيقتين أو 5 دقائق، تمام؟ يعني أنا في النهاية لو أنا عايز يعني آخد فترة تقريبا exercise duration مثلا ل 20 ل 60 دقيقة، هذه لازم تكون مثلا 3 مرات في الأسبوع، تمام؟ يعني مش شرط إني أنا أعمل اللي هي ال 20 دقيقة ل 60 دقيقة إني أعملها دايركتلي على طول مباشرة. في عندنا أيضا كمان تمارين كمان لا اللي هي الدراعات، غير احنا التمارين اللي احنا تكلمنا عليها في البداية في الكارديو بالمونري تريننج، اللي هي بنسميها سيركت تريننج. سيركت تريننج هي تعتبر ادفانسد اكسرسايز فور ذا ابر اكستريميتي، وخصوصا اللي هي شولدر ماسكوليتشر. السيركت اكسرسايز مرة تانية بقول سيركت اكسرسايز هي عبارة عن تريننج للانديورنس والسترينث بتاعت اللي هي الابر اكستريمتي، وخصوصا اللي هي الشولدر، اللي هي بتكون طبعا يا انما على اجهزة خاصة، تمام، او على اللي هي الايرجوميتر. اذا هنا هوت ويت تريننج وذ اكسرسايز اكوبمنت، يعني التدريب هنا هوت تدريب الاوزان على اجهزه تمرينات اند ابر اكستريمتي ارجوميتر، يا انما على اجهزه التمارين اللي احنا بنشوفها، تمام، في اجهزه خاصه يعني للتمارين، او اللي هي الارجوميتر، تمام. وهذه طبعا خصوصا هذه للبارابليجيك بيشنت بتفيد في اللي هي increase their strength and the endurance. اذا هنا ال individual with paraplegia can increase the strength, shoulder strength and اللي هي ال endurance. اذا شفنا في المحاضرة هذه اهتمينا كتير على اللي هي الباور ويل تشير، واهتمينا بالكاشن بتاعتها والكارديو بالمونري تريننج زي ما شفنا، وايضا كمان اللي هي سيركت تريننج اللي هي تمارين سيركت، يعني معناها الدائرة، يعني closed exercise، تمام. هيك زي ما احنا شايفين مهتمين اكتر حاجة باللي هي الحاجات اللي هي helping the patient في اللي هي الموبيليتي، سواء اللي هي الباور هول تشير والكاشن واللي هي الكارديوبالمونري واللي هي سيركت اللي هي تريننج. شكرا لكم طلبة السنة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد سلطان.